عرفني أكتر ماذا يعني مجتمع مدني، ويعني إيه أهميته في ودوره في المجتمع؟ طبعا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لما بنيجي نتكلم عن المجتمع المدني دائما ما يتخيل البعض لما نتكلم عن فكرة حقوق الإنسان أن الحقوق المدنية والسياسية فقط، لا، الحقيقة مجتمع مدني يعني منظمات تنموية، يعني بنية تحتية، يعني حوار، يعني تثقيف، يعني عدد كبير جدا من المواضيع نقدر نقول إنه ده المجتمع المدني. يعني الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الثقافية والاجتماعية هي وجهين لعملة واحدة. دائما ما يتخيل البعض انه عندما نقول هنقول استراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان احنا بنفكر بنتكلم، لا، على فكره الحقوق الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه ترسخ فكره حقوق الانسان على الارض، والحقيقه ده مش كلامي، ده كلام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحده. بالنسبه للحقيقه لو هنتكلم على هيومن رايتس ووتش، انا مش هتكلم على التقارير والارقام لان احنا بقالنا حوالي 6 سنوات بنسمع نفس التقارير بنفس الطريقه بنفس اللهجه بدون ما يكون في اي تغيير. هي ملفات معينه منظمه لها صبغه سياسيه بتستخدمها دول الخلاف السياسي مع الدوله المصريه كاداه للضغط ولتحقيق المصالح السياسيه، وده اللي ظهر الحقيقه في المجلس الدولي لحقوق الانسان، وحول المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف الى ساحه تلاسل سياسي بتترأسه منظمه زي هيومن رايتس ووتش والعفو الدوليه. كمان في نقطه مهمه جدا بالنسبه لهيومن رايتس ووتش، انه في بعض المقولات بتقول ان هذه المنظمه اصبحت تنتهج ايديولوجيه جماعه الاخوان. الحقيقه ده كلام مش صحيح، هناك تعاون وثيق وتبادل ما بين هاتين المنظمتين، يعني في 20 منظمه تنتمي لجماعه الاخوان في اوروبا بيتعاملوا مع بعض لان في مصالح مشتركه. جماعه الاخوان هي جماعه لها خلاف سياسي مع الشعب المصري والدوله المصريه، وهيومن رايتس ووتش تحتاج الى اللمسه المصريه عشان تطيع على هذه التقارير. ليه؟ لانه بعد عده سنوات بدا المجتمع الدولي ما يصدقش تقارير هيومن رايتس ووتش لانها تقارير في المطلق بدون ان يكون هناك يعني شهادات حيه موثقه. احنا شغلنا بنشتغل ازاي؟ في انتهاك معين يبقى في شهاده حيه موثقه، يبقى في راصد قال ان في انتهاك معين. طيب انتوا ما عندكوش مكتب في مصر، ما عندكوش قدره على الرصد، فبدا عشان التمويل يفضل موجود وعشان تفضل الدنيا ماشيه زي ما هي استعين باللمسه المصريه وهي جماعه الاخوان. هنا جماعه الاخوان طبعا بتستفاد ان هم بيحصلوا على جزء من التمويل، دي حاجه. الحاجه الثانيه بيحاولوا يوصلوا لهدفهم ان هم يوقعوا مصر. تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي، دائما ما يستخدمون فكرة إن هم جماعة سياسية وتم التنكيل بيهم وده تجاوز لحقوق الإنسان وكل هذا الكلام. بس إزاي أستاذ أيمن، بس يعني إزاي لسه بيتعاملوا معاهم إن هم تم التنكيل بيهم ودي جماعة مصرية واستثنت أو طلعت بره البلد، وأنا عندي في الشهر اللي فات ده بس 3-4 دول أولهم تونس وانتهت بالمغرب أو الجزائر، وكل ده رفضوا على مستوى الانتخابات مش كمان على مستوى المجتمع فقط، انتخابات سقطوا فيها الناس بتنبذهم على كل المستويات، يبقى كده في نبذ للجماعه على مستوى دولي. خليني اقول لحضرتك في جزئين في الموضوع ده. اول حاجه، في بعض الدول تعاني من سذاجه غريبه جدا وسذاجه سياسيه في التعامل، وبيشوفوا لسه ان جماعه الاخوان هم بيحاولوا يستخدموا الادوات الاعلاميه والادوات الحقوقيه ان هم جماعه تم التنكيل بيها، وللاسف الشديد ما زال هناك في بعض التعاطف. قل كتير، كان بعد 30 يونيو كان اكبر بشكل كبير جدا، لكن دلوقتي قل، لكن ما زال موجود في بعض الدول مش قادر ان انت تتواصل معهم او توصل لهم فكره ان دي جماعه ارهابيه. الجزء الثاني، دول الخلاف السياسي اللي هي تمثل 25%، احنا عندنا مثلا دول اعضاء 193 عضو. في عدد مثلا من 20 ل 25% هم عارفين ان الجماعه جماعه كاذبه وجماعه ارهابيه، ولكن الفكره ان هو بيستخدمها لحمايه مصالحه وكشوكه في ظهر النظام المصري لتحقيق مصالحه. يعني احنا هنا النهارده بنتكلم، الجميع او معظم الناس عارفين كويس جدا انه الجماعه جماعه ارهابيه، لكن في جزء ساذج يتعامل مع الملف. لكن خليني اقول لحضرتك ان عدد كبير جدا من الدول اصبحت لا تهتم بجماعه الاخوان، واصبحت بتشوف قيمه ودور مصر الريادي وما تقدمه في عده ملفات. هو النهارده الاستراتيجيه على الداخل فقط، طب ما احنا عندنا مصر حصلت على شكر واستحسام المجتمع الدولي في ملفات عده، الهجره غير الشرعيه والتي تهدد الامن القومي لاوروبا. بنتكلم كمان على ملفات زي استضافة لاجئين أكثر من 62 دولة وإشادة من فيليبو جراندي المفاوض السامي لشؤون اللاجئين. يعني معنى كده الدولة حقيقي دايما السيد الرئيس يتحدث عن اللاجئين إن هم مش لاجئين بل هم مواطنين، يعني لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، ده حقيقي وبدون أي دعم. وتعالى نقارن ما بين مصر وتركيا اللي بتطلب دعم وبتضغط
بتطلب. وفي الاخر وهددت انه لما الدعم ده مش موجود او الانضمام للاتحاد الاوروبي انا هفتح الحدود وهخلي اللاجئين دول موجودين وينتشروا في دول الاتحاد الاوروبي. يعني احنا بنتكلم على عده ملفات زي ما قلت لحضرتك. الفكره كلها هل في تسييس ولا لا؟ لو للاسف الشديد احنا تعودنا انه حقوق الانسان ولدت من رحم السياسه، لكن التسييس اصبح فج جدا. بس هرجع اقول لحضرتك انه حتى في هذا التسييس وبهذا الشكل نقدر نقول ان الدوله المصريه بتلاقي استحسان وفي دعم كبير جدا من النهارده. خليني اقول لحضرتك انه رئيس المجلس الدولي لحقوق الانسان في افتتاح الدوره 48 الاسبوع اللي فات هنأت الدوله المصريه والشعب المصري بالاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان واكدت على الدعم للاداره السياسيه. ما احنا كده احنا بنتكلم فيه هناك في معايير في جزء بيؤكد على ريادة الدولة المصرية وما تقوم به من تحسينات، وفي جزء آخر. جزئية أخرى خليني أقول لحضرتك إنه الاستراتيجية الوطنية فيها محور مهم جدا وحقوق المدنية والسياسية. طيب النهاردة دائما كانت ما تهاجم الدولة المصرية فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية وأن هناك ما فيش حرية رأي وحماية جسدية واعتقالات واختفاء قسري وكل هذه الأمور. النهاردة الدولة المصرية بتفتح الملف ده بنفسها وبتقول انه من خلال الحوار المجتمعي هنقدر ان نتكلم على هذه الملفات بصراحه ونخرج ببعض التوصيات تساهم في تحسين هذه الامور. لكن مصر اختارت الوقت المناسب التي يتناسب معاها ومع الاوضاع الداخليه والوضع الامني والوضع السياسي. لكن قبل كده الدوله المصريه كانت ترفض فتح هذا الملف، كانوا دايما بيقولوا ان في تضييق على الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني. القانون 149 اللي تم اقراره من كذا شهر كان من خلال حوار مجتمعي وظهر والخرج القانون بشكل جيد جدا ولقى استحسان في العرض الدوري الشامل لمراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر في نوفمبر الماضي، وكمان اللائحة التنفيذية جاءت تتناسب بشكل كبير جدا مع القانون.